قال ويؤجل إن سأل ذلك 4 أشهر. وشرحنا هذا وقلنا بأن التأجيل يضرب بنفسه لا يحتاج إلى قاضي، بخلاف العنة، فإن العنة لما كانت أمرا تحتاج إلى اجتهاد توقف ضربها على تقدير القاضي، يعني القاضي هو الذي يحدد المدة، يكتب كده عنده في السجلات ضربنا مدة كذا من أجل ثبوت العنة. وأما هنا فإن الزوج بمجرد أن يقول هذه اللفظة والله لا أطأك 5 أشهر على سبيل المثال، من حين قولها يبتدئ في المدة التي يترتب عليها الأحكام. هب أنه طلق امرأة طلاقا رجعيا، ثم بعد أن طلقها طلاقا رجعيا آلى منها، قال لها أنت طالق، ثم بعد ذلك قال لها والله لا أمسك أبدا، أو والله لا أجامعك مطلقا، فقد طلق طلاقا رجعيا وآلى. لكن متى تضرب المدة في الطلاق الرجعي؟ فيما إذا آل في طلاق رجعي، قالوا من حين الرجعة، لأنه بالرجعة يتبين أنه أمسكها في نكاحه وأن النكاح مستمر ولم ينقطع. أما لو لم يراجع فهي آيلة إلى البينونة، وهي آيلة إلى أن تفك منه وأن يزول ضررها وكربها الذي تسبب فيه ذلك القول، وهو أقرب من المدة غالبا. ويقطع المدة ردة بعد دخول، ويقطع المدة ردة بعد دخول، تزوج دخل بها قال لها والله لا أطأك لمدة سنة، ثم وقع منها ردة. طيب إيه اللي حاصل؟ حاصل إن المدة انقطعت. ليه؟ لأن ده احنا بنقول له اضرب المدة من أجل إن أنت ترجع فتجامعها فتحصل على حقها، لكن ده الردة تمنع الحل، الردة تمنعه إن هو يطأها، فالردة تنافي الحل. ويقطع المدة ردة بعد دخول، سواء هو الذي ارتد بعد أن قال لها هذا ارتد انقطعت المدة، أو ارتدت هي انقطعت المدة، أو ارتد معا انقطعت المدة. لماذا؟ قالوا لأن النكاح حصل فيه اختلال، الردة تنافي حل العلاقة، فحصل بذلك اختلال لعقد النكاح. ويقطع المدة مانع وطء بالزوجة حسي أو شرعي. حاصل إن هي قال لها والله لا أطأك 5 أشهر، بدأت المدة، حصل لها مرض وقال لها الطبيب لا يصح الاجتماع بينك وبين زوجك، انقطعت المدة، أو جنت الزوجة
قال لها كده، بعد كده حصل لها جنون مستمر، انقطعت المدة، أو إنها بعد أن قال لها هذا قالت له والله لنا سيبالك المنزل، وهو لم يأذن في هذا، انقطعت المدة، أو قال لها ذلك ودخلت في اعتكاف، ذهبت إلى المسجد واعتكفت، انقطعت المدة، أو قال لها ذلك وذهبت إلى العمرة، تحرم بعمرة أو بحج أو بهما، كل ذلك يمنع استمرار مدة الإيلاء لامتناع الوطئ معه، لأن الوطأ يمتنع مع هذه العوارض، فلا يناسب ذلك ضرب المدة، لأن الإحرام والاعتكاف والجنون كل ذلك يمنع من الحل، يمنع من أو يمنع من الوطأ. طيب، انتهت هذه العوارض وعادت من نشوزها، فهل تعود مرة ثانية إلى المدة؟ قالوا نعم، تبني على ما فات قبل الحيض والنفاس والإحرام، عدت كم شهر؟ عد شهرين، توقفنا للحيض والنفاس والإحرام وللاعتكاف، بعدها تكمل الانتظار وتبني على ما سبق. ايه ده بيقول تستأنف مش تبني؟ لا لا، اللي انا محضره، لا مش هتبني على ما سبق، بل ستستأنف، وتستأنف المدة بزوال القاطع، ولا تبني على ما مضى. هات كده بقى ما بعد البجوري. البجوري قال ايه تاني في فيما بعد هذا؟ وتستأنف المدة بعد زوال المانع ولا تبني على ما مضى لاعتبار التوالي المعتبر في حصول الإضرار. صح صح، لأنه يعتبر في حصول الإضرار توالي المدة، أما لو قطعت خلاص ما بقاش في إضرار. قال: وما ذكره المصنف من توقف التأجيل على سؤالها ممنوع. قلناه إن التأجيل وضرب المدة لا يتوقف على سؤالها، وإنما يحصل بنفسه، وهذا ما قاله الإمام الشافعي والأصحاب. فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم كما في المطلب، المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، ما نصه: ومن حلف لا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر فتركته امرأته ولم تطالبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج عن حكم الإيلاء، يبقى ضربت المدة واستمر الزوج فيها، ثم بعد ذلك انتهت المدة، خرج من الإيلاء، بمعنى أننا لن نخيره بين ما سيأتي، إلا أنه آثم وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واليمين حينئذ سقطت عنه. طيب، لو كان التأجيل متوقف على طلب الزوجة لما خرج من حكم الإيلاء حينئذ، ولما حسبت المدة الماضية. وقد صرح الأصحاب بضربها بنفسها، يعني بأن المدة تضرب بنفسها، يعني إذا قال الزوج لزوجته والله لا أجامعك مدة 5 أشهر على سبيل المثال، يعني ضربت المدة. أنا مش فاهم، أنا البتاع ده بايظ، ده مقطوع.
قال وصرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها، سواء علمت بثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم لا، حتى انقضت المدة ولا تحتاج إلى ضرب القاضي. قلنا كل ده. طيب، مضت المدة يا مولانا ولم يطأ، وإذا مضت المدة ولم يطأ من غير مانع بالزوجة يخير المولي بطلب الزوجة بين الفيئة، يا ملا يخيره القاضي، والتكفير أو الطلاق. القاضي يقول له كده، يا إما أن تجامعها بأن تولج حشفتك أو قدرها إن كنت مقطوعا في قبولها، أو تكفر لليمين. لا مش أو، وتكفر، وتكفر لليمين إن كان حالفا بالله، فإن قال والله خلاص يلا جامعها، جامعها، وبعد أن تجامعها ها كفر عن يمينك. ده كمان إذا كان إيه؟ إذا كان الحلف مطلق، إذا كان الحلف إيه؟ كان قال والله لا أجامعك أبدا، أو الطلاق، أو نقول له طب أنت مش عايز تجامعها ولا عايز أي، ولا عايز ترجع عما كنت عليه، طلقها حتى ترفع الضرر عنها. هات كده بقى الباجوري قال ايه في التخيير الثلاثي ده، يبقى خير بين الفيئة ويترتب على الفيئة التكفير، وبين الطلاق، فهما خصلتان يخير الزوج بينهما. الخصلة الأولى أن يفيء وأن يرجع ويعطي الزوجة حقها، والثانية أن يطلقها. ها قول يا ولد. قول الإمام بجوري قوله يخير المولي أي يخيره القاضي بطلبها إن كانت بالغة ولو أما، ولا يخيره القاضي. يبقى مين المخير؟ كما قلت لكم الذي يخيرها يخيره هو القاضي، مش خيره. لا ده خلاص ضربنا المدة، ذهبت إلى القاضي وقالت له أيها القاضي لقد عدت ومضت مدة الأربعة أشهر التي أصبر فيه، وأنا أريد أن أحصل على حقي. فأتى به القاضي وقال له تعالى يا زوج، أنت قلت إيه؟ قال أنا قلت والله لا أطأها أربعة أشهر وعشرة أيام. فالقاضي يقول له يا أنت رضيها جمعها بالشروط المعتبرة يا إما تطلقها. قال له لا خلاص أجمعها. قال له بس كفر عن يمينك إن كنت حالفا بالله. قال لا أنا مش طايقها ونفسي لا تحبها ولا تطيقه، وأرى العمى ولا أراها. فالقاضي هيقول له إيه؟ القاضي يقول له طيب يلا طلقها حتى ترفع الضرر عنها. ها؟ أي يخيره القاضي بطلبها إن كانت بالغة ولو أما، ولا يطالب سيدها. يبقى يخيرها بطلبها إن كانت أهلا للطلب، لأننا قلنا قبل ذلك هي التي تطلب. تقول للقاضي ها أنت عايزة يا بنتي؟ قالت له خيار يا سعادة القاضي. نخيار ها. وتمهل المراهقة حتى تبلغ، وتمهل، وتمهل عيلة صغيرة نقول لها نسيبها حتى تبلغ ها. وتمهل المراهقة حتى تبلغ ولا يطالب وليها، لأن وليها مش مالوش حق في الجماع، حق ليه هو، مش حق للولي، ده حق للزوجة. فيطالب بإيه؟ ولا حاجة، هي اللي تطالب. ها ولو تركت حقها لم يسقط بل لها المطالبة متى شاءت. لأنها على افرض إن هي تركت حقها، قالت خلاص مش عايزة منه حاجة،
من جواها يعني تركته يعني يأسا منه، تركته يعني زهدا فيه. ثم بعد ذلك بدأ لها أن تطالب به، لم يسقط، هذا لا يسقط بالتقادم. ولو تركت حقها لم يسقط، بل لها المطالبة متى شاءت لأنها على التراخي. لأن المطالبة على التراخي وليست على الفور، لأن لو قلنا هي على الفور يسقط بالتأخير، لكن قلنا لا، هي مطلقا لها أن تطالب في أي وقت من الأوقات بأن يفي أو يطلق. وصريح قول المصنف يخير أنها تردد، أنها ترددت تردد الطلب بين الفيئة، أنها تردد الطلب، يعني تقول إيه؟ تقول والله يا ده يا ده، أنها تردد الطلب، أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وهو المعتمد، بين الفيئة والطلاق، تردد الطلب بين الفيئة وبين الطلاق. تقول له إيه؟ تقول له لا، يتطلق أو تفيق، حاجة من الاتنين تعملها، يا تطلق يا ترجع وتخلي عندك دم بقى. خلافا لمن قال بأنها تردده فتطالبه، فتطالبه، في واحد قال كده، مجموعة من الفقهاء الشافعية قالوا لا، ده هي أول حاجة تقول له إيه؟ تقول له اديني حقي، ما نفعش تقول له طيب طلقني بقى. فتطالبه أولا بالفيئة، فإن لم يفي طالبته بالطلاق، وإن جرى عليه الشيخ الخطيب. جرى عليه سيدنا الشيخ الخطيب، عبارته فين؟ معايا عبارته اهي. قال وكيفية المطالبة أنها تطالبه أولا بالفيئة التي امتنع منها، يبقى في ترتيب اهو، لكن هذا غير معتمد. المعتمد أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق، تقول له يا تفعل ده يا تفعل ده وخلصني بقى عشان ايه دماغي وجعتني منك. وهذا كله إذا لم يكن به مانع، فإن قام به مانع طبيعي كمرض طالبته بفيئة اللسان. وإن قام به مانع طبيعي، مانع طبعي كمرض، خلاص ما مش هيقدر يجمعك. قالت طيب انا حصل لي ضرر، قلنا لها يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعوضك خير. قالت طب يرفع الضرر، قلنا له يا ابن الحلال قول لها كده، متى تمكنت من الجماع سوف اجامعك. بس يعني من الاخر الست يرضيها كلمه، المرأة كائن يعني مسكين وكائن طيب، كلمة صغيرة تطيب خاطرها وتجبر يعني خللها وكسرها، فيقول لها والله لا أنا ما أنا معتذر، أيام سوري بيبي، يعني أنا آسف يا صغيرتي، صح كده مولانا بتاع الإنجليزي، أيام سوري بيبي، إن شاء الله عند استطاعتي I have، بيقولها كده بالانجليزي اسمعوا هاف يعني املك، مش عارف البتاع التاني ده معرفش اسمه ايه بالانجليزي. يعني عندما استطيع القدره على الجماع ان شاء الله هعمله، فخلاص هي تبقى عارفه ان ليها امل في هذا الحق، لكن لما انت تحلف بتقطع املها في حقها. طب يا سيدي، طب لو هو بقى طلع للأدب ولم يرجع بلسانه، قالت له بقى خلاص بقى طلقني عشان انا زهقت منك ومينفعش انت بتعمله ده، او شرعي، او قام به مانع شرعي كإحرام، كان محرم بالحج، قال فإن كان هناك مانع شرعي بالزوج، كان الزوج محرم بحج أو عمرة
أو بهما أو كان صائم صوم واجب. تعمل إيه بقى الزوجة؟ تقول له طلقني، لأن ده الممكن بالنسبة له. لماذا؟ لأنه يحرم عليه أن يطأها في هذا، يحرم عليه أن يطأها وهو محرم، ويحرم عليه أن يطأها وهو صائم صوم واجب. طب هب إن هو الزوج وطئها وهو محرم، عصى بوطئ، ولكن لا يطالب بوطئ آخر وانحلت اليمين، حتى وإن كان الجماع حراما إلا إنه حرام لغيره. فإن جامعها وهو محرم أو وهو صائم صوم واجب عصى بوطئه، ولكن الزوجة لا تطالبه ثانية بالوطء، خلاص رفع عنك الضرر وانحلت يمينه. طيب، فإن امتنع طلق عليه القاضي الحاكم. فإن امتنع، امتنع من ايه؟ امتنع من الفيئة وامتنع من الطلاق. قالت له يا طلقني يا تفئني، يعني تعود الى الوطء. قال لها لا هديك ده ولا هديك ده، وهسيبك معلق. القاضي يقول له طب تعالى لي يا حبيبي، انا بقى هطلق عليه حتى ارفع الضرر عن تلك الزوجة. طلق عنه الحاكم طلقة واحدة نيابة عنه، يعني الحاكم والقاضي ينوب عن الزوج ويطلق الزوجة طلقة واحدة. لماذا؟ قالوا حتى يرفع الضرر عنها، لأن القاضي لا يستطيع أن يجبر الزوجة على الجماع. هيجبروا على الجماع إزاي؟ دي مسألة تعود إلى رغبة الزوج، تعود إلى شهوته وإرادته، وقد لا يكون راغب فيها لأنها ليست تحت قدرتي. الجماع ده ليس داخلا تحت قدرة الرجل، وإنما إيه؟ ده اللي داخل تحت قدرته الأسباب، أسباب الجماع. أما هو نفسه اللي هو مبني على اتصاب، لا ده مش بإيده، لكن الأسباب بإيده. أحيانا الزوج يحاول أن يعاود هذا ولا يستطيع. يبقى الفيئة لا إمكان للقاضي أن يجبر عليها الزوج، لكن الذي يمكنه أن يفعله أن يطلق عن الزوج. طب اللفظ هيعمل إيه؟ ماذا يقول؟ يقول القاضي هكذا: أوقعت على فلان الفلاني زوج فلان الفلانية طلقة واحدة، وهتبقى طلقة بائنة، تبقى طلقة مش بائنة بقى، تبقى طلقة رجعية يرفع بها الضرر عنها. قالوا ويشترط حضوره ليثبت امتناعه، لازم أن يجيبه كده أمام القاضي ويقول له ها تطلق ولا تجامع؟ يقول له إيه بقى؟ يقول له لا أطلق ولا هجامع. يكتب القاضي عنده في المحضر: قد ثبت لدينا امتناع الزوج من الجماع ومن الطلاق، ونقوم بدورنا، وإلى آخره. طب افرض بقى الزوج هرب، أول ما عرف إن القاضي هيوجه له اليمين أو يوجه له يعني الإلزام، هرب اختفى، ألا يشترط حينئذ حضور الزوج. طب هل والقاضي يطلق يشترط حضور الزوج للتطليق؟ قالوا لا، ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله،
يعني في المدة المضروبة القاضي لو طلق طلاقه لا يقع. ما هو يضرب كام؟ بيضرب مدة 4 أشهر. هب إن القاضي في هذه المدة طلق على الزوج. لا حبيبي يا قاضي، حضرتك لا يقع طلاقة في هذه الفترة. طب افرض إن الزوج واطئة فالقاضي طلق، لا يقع. طب افرض ان الزوج طلق وبعده طلق القاضي، لا يقع طلاق القاضي. طب افترضنا ان الوقت الذي طلق فيه القاضي طلق فيه الزوج، هل يقع طلاق القاضي دون الزوج او الزوج دون القاضي؟ قالوا لا، يقعان معا. طب هب ان القاضي اوقع الطلاق والزوج يجامع الزوجة، هل يقع الطلاق؟ قالوا لا، لانها حصلت على حقه وارتفع ضررها. ما احنا عدنا للقاضي الطلاق للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. اعطينا الطلاق للقاضي من اجل معنى وشيء، يعني اذا تم ارتفع هذا. وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق. إن كان طلاق القاضي رجعية، كلام ده حلو، صدقوا اللي حصل إن القاضي طلق على الزوج ثم بعد ذلك طلق الزوج. قالوا لو كان طلاق القاضي طلاق رجعي يقع طلاق الزوج طلقة ثانية، وإن كان طلاق القاضي طلاق بائن، لأن هو ممكن إن هو الزوج يعقد عليها يتخانق معاها زي المهابيل اللي احنا بنشوفها، يحلف عليها يقول لها والله لا أجامعك 5 أشهر ولم يدخل به، ثم يطلق القاضي بعد العملية التي ذكرناها، يبقى طلاق القاضي وقع إيه؟ وقع بائن، لأنه طلق قبل الدخول. طب هب إن القاضي دي الطلقة الثالثة للزوج فطلقها القاضي ثم طلق بعده الزوج، لا تقع. طيب في قضية لطيفة جدا بيثيرها الفقهاء بكلام لطيف في غالبا في الأبواب، يعني يجعلون شيئا لاختلاف الزوجين في ألفاظ الإلاء. ولو اختلف الزوجان في الإلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعت عليه فأنكر، قالت الزوج قال لي لو جمعتك 5 أشهر تبقي طالق، فقال لا والله أنا ما قلتش، يصدق بيميني لأن الأصل عدم القول. أو إن هو ادعى إن المدة باقية وهي ادعت إن المدة انتهت، يصدق الزوج لأن الأصل عدم فوات المدة. ولو اعترفت بالوطء بعد المدة، بعد المدة 4 أشهر التي يضربها أو التي تضرب من نفسها، اعترفت بالوطء، قال لا ده هو الحمد لله وطئني، وجه هو قال لا أنا ما وطئتهاش، هل لها أن تطالب بالوطء؟ لا، لأنها معترفة أنها قد حصلت على حقها وارتفع ضررها حتى وإن أنكر ذلك. طب هب ان هي بعد ان قالت لقد وطئني ذهبت الى القاضي قالت لا انا برجع عن قولي لم يطأني، لا يقبل رجوعها. طيب خلصنا من الإلاء بطريقة لطيفة الحمد لله. قال فصل في الظهار، يبقى الفصل هنا فصل في بيان احكام الظهار.
الظهار مأخوذ في اللغة من الظهر. ظهار أصلها إيه بقى؟ ظهر. أدي أهو الظاء والهاء والراء في الظهار وفي الظهر واحد. ولماذا أخذ الظهار الشرعي من الظهر؟ قالوا لأن سورة الظهار الأصلية فيها ظهر، وذلك أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. ده ذكر في الظهار الظهر صريحا، وخص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب. طب مش معنى يعني لماذا سماه ظهار؟ لما قالش بطن؟ لما قالش رجل؟ لما قالش نظارة؟ قال لأن الظهر ده موضع الركوب. الظهر لما الواحد بيركب الدابة بيركب على ايه؟ على ظهره. فالظهر موضع الركوب، وما دام الظهر موضع الركوب تم المرأة موضع ركوب الزوج كما قال. وكان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه في الإسلام. يعني كان في الجاهلية من أراد أن يطلق زوجته قال لها أنت علي كظهر أمي، فجاء الشرع فغير حكمه وجعله محرما بعد العود، وسيأتي معنى العود، وألزم الزوجة بإخراج الكفارة. وأما معناه الشرعي فهو تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. الزوج شبه زوجته بمحرمه في العلاقة الزوجية، قال لها ايه يا مولانا؟ انت علي كظهر امي. يبقى شبه الزوج زوجته بامه، وهو محرم وكبيرة من الكبائر. قال الله تعالى وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. طيب كلام جميل، وأركان الظهار أربعة. صيغة، لأن ما فيش ظهار بغير صيغة، فلو نوى بقلبه الظهار لا يؤاخذ به. ومظاهر يعني زوج، ومظاهر منها زوجة، ومشبه به اللي هي محرم. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذه صورته وصيغته الأصلية. أن يقول الرجل، مين الرجل؟ الزوج، مش أي حد. يعني ما فيش حد كده يقابل واحدة في الشارع ويقول لها أنت علي كظهر أمي، ويقول بقى أما أروح أسأل الشيخ في دار الإفتاء ده أهبل على طول. وشفنا كده، احنا شفنا في فترة الخطبة الواد بيطلق خطيبته والله العظيم، ويجي يسأل أصل هي خنقتني قوي يعني يا مولانا، فروحت قايل لها لو عملت كذا تبقى طالق. فأقول له يا أهبل، هي لسه بقت زوجتك عشان تحلف عليها؟ ده شرط الطلاق أن يكون هناك محل قابل، والمرأة ما لم تكن محلا. أو يقول لها علي الطلاق ما أنت خارجة منذ عدة أيام، فترة يعني، مش قال لها أنت محرمة علي. قلت له مين هي؟ قال لي خطيبتي. قلت
قلت له خطيبتك اللي انت لسه ما عقدتش عليها؟ قال لي اه. قلت له هي في البدايه كده يعني مبسوطه؟ قال لي اه، حاسه ان انا راجل. لان في ثقافه عند الناس الولد لما يحلف بالطلاق يحس انه راجل ويبقى جاي مبسوط كده، انا حالف بالطلاق. وكان حالف بالطلاق يعني طلع له يعني ايه شعر، ان دي شعر الرجوله، ما يعرفش ان دي رعونه، واخد بالك؟ وحاجات غريبه عجيبه رايناها ما بين السماء والارض. طب يا ابني دي خطيبتك، عارف لو انا منها وانت كده بدايتها كده بدون ما هي بتروح بيتك ولا بتعقد عليها وشافتك بتطلق تقول لك بالسلامه انا مش عايزاك، واخد بالك؟ ويا دار ما دخلك شر. قال أن يقول الرجل، يبقى أن يقول، يقول دي هي الصيغة اللي هو الركن الأول، خلي بالك. الرجل اللي هو الزوج الركن الثاني لزوجته، مش لواحدة أجنبية، ده كمان من الغريب بعد ما يطلقها طلاق بائن تضايقه يرمي عليها يمين الظهار. يا ابني ما هي بانت منها خلاص أصبحت أجنبية. مفيش يعني، كل ده راجع ليه؟ راجع ليه؟ ضحالة الثقافة الدينية وعدم اهتمام الناس بالسؤال وعدم اهتمام الناس يا مولانا بالتعليم، وأيضا عدم ذهاب الناس إلى المساجد، لأن المساجد قديما كانت هي المكان الذي يتلقى منه العلم، وكان شيخ المسجد اللي بيدرس وبيعلم الناس كان عالم، فكان محط لتعليم الناس، قاعد كده متفرغ حتى يعلم الناس أمر دينهم. لزوجته اللي احنا بنقول عليها المظاهر منها، أنت علي كظهر أمي، مثل علي مني، أنت مني، ومثل علي معي، ومثل علي عندي. يعني ايه الكلام ده؟ عايز يقول لها ان ركوبي لك حرام كركوبي لامي. ده الكلام ده موجود في الكتب بنفس التفسير ده كده، عشان ما حدش يظن يعني ان احنا بايه بنتخيل حاجات مش موجوده. والصيغه لها شروط، لابد ان يكون هناك لفظ يشعر يعني يدل على الظهار أو ما في معناه، وذلك اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. صريح أنت علي كظهر أمي، أو رأسك أو يدك، يعني رأسك علي كظهر أمي، يبقى عبر بالجزء وأراد الكل، لأن الرأس ده جزء أراد بها، لأن محل الاستمتاع إيه؟ الكل. أو يدك، أطلق الجزء وأراد الكل. ولو بدون أن يذكر علي، قال لها أنت كظهر أمي أو رأسك، أنت كظهر أمي أو أنت كيدها أو قدمها أو كبطنها وإلى آخره. هات كده الصور الصريحة عندك من الباجون. قال الإمام بالنور، قال الإمام بالنور رحمه الله تعالى: قوله أنت أي أو رأسك أو يدك، أنت أو رأسك كظهر أمي، يبقى أطلق الكل والجزء وأراضي الكل، ويدك أطلق الجزء وأراضي الكل. آه. وكذلك كل عضو بشرط كونه من الأعضاء الظاهرة. يعني مثلا كان يقول لها أذنك كظهر أمي، ماشي، عينك كظهر أمي. آه. أما إذا كان يعني لبنك كظهر أمي، إيه يعني؟ ده عضو فضلة ليس من شأنه أن يكون جزءا يعبر به عن الكل،
لأن الفضلة ديت لا تصحح، ليس من شأنه أن يكون تعبيرا عن الكل، يعني ده حاجة فضلة بخلاف الأذن بخلاف العين، كل هذه أجزاء يجوز أن يطلقها ويريد الكل لأنها جزء. وأما الفضلة ده الفضلة ديت ليست جزءا، فهي حاجة تانية خالص غير الشخص. بخلاف الفضلات كاللبن، وبخلاف الأعضاء الباطنة كالكبد. يقول لها يعني كبدك علي كظهر أمك. لا، لا يعبر بالأعضاء الباطنة عن الكل، كما أنه لا يعبر بالأشياء الفضلات عن الكل. وعايز يقول لك كده أن ده ليس مستعملا من حيث المجاز. وقوله علي ليس قيدا، فهو صريح ولو بدون علي ومثلها مني أو معي أو عندي. وقوله كظهر أمي أو بطنها أو عينها أو يدها أو رجلها. وكذا كل عضو، يعني خلي بالك مش لابد الظهر، يعني كظهر أمي ممكن يقول لها كعينها كقدمها كبطنها كمناخيرها. وكذا كل عضو من أعضائها ظاهرة للباطنة، فليس التشبيه بها ظهارا. يبقى الظهار لابد أن يكون تشبيه ظاهر بظاهر، ظاهر اللي هو الزوج بظاهر اللي هو الأم. نعم، ما يذكر للكرامة. ما يذكر للكرامة إذا قال لها أنت كأمي. لا أنت أمي، يعني ده أنت بتكرمها وتعظمها، في حد زي الأم يا أولاد؟ طيب، فإذا قال أنت كأمي، لا ده تعظيم يا ابني، ده تكريم ليه؟ أو أنت كعين أمي. يا سلام، ده أنت كده بقى بترفعها يعني. أو أنت كرأس أمي، ده الرأس دي في إن الأم تذكر للتكريم. وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه، يعني كل ما صح طلاقه صح ظهاره. تحفظها كده في ذهنك، كل ما صح طلاقه صح ظهاره. ولو عبدا، فالعبد يصح منه الظهار لأن الطلاق منه صحيح. والكافر كذلك يصح طلاقه فيصح ظهاره. والخصي الذي زالت خصيتاه يصح طلاقه فيصح ظهاره. والمجبوب يصح طلاقه فيصح ظهاره. والسكران يقع طلاقه فيقع ظهاره. وعلى ذلك فلا يصح من غير زوج. ما يجيش كده مالك الأمة ويقول للأمة أنت علي كظهر أمي. هي زوجتك؟ قال لا، خلاص ما يقعش منك ظهر يا حبيبي. ما تجيش حضرتك كده وزميلتك في العمل تزعلك وتقول لها أنت علي كظهر أمي. طب ما هي محرمة عليك يا أهبل. طب افرض إن هو قال لها أنت علي كظهر أمي، جميل؟ وبعد كده نكحها وتزوجها. هل ينعقد في حقه الظهار؟ قالوا لا، لأنها كانت عند القول أجنبية. طب صبي تزوج فقال لزوجته هذا، عبارته مسلوبة ولا يترتب عليها حكم. المجنون قال لزوجته هذا، عبارته مسلوبة ولا يترتب عليها حكم. المكره قيل له لو لم تظاهر من زوجتك سنقتله، وهم قادرون على تنفيذ ذلك، فلا يقع منه يعني الظهار كما لا يقع منه الطلاق. وأما المظاهر منها فيشترط كونها زوجة،
حتى وإن كانت تلك الزوجة أما ليست حرة أو كانت صغيرة، فالصغيرة يلحقها الظهار، والمجنونة كذلك يلحقها الظهار، والقرن والرتقاء والقرناء. ومع ان في مانع من النكاح الا انه يلحقها الظهار، والرجعية يلحقها الظهار، طلقها طلاقا رجعيا ثم ظهر منها يلحقها الظهار الرجعية، لا أجنبية. العلاقة اللي بينكم ايه؟ دي صديقتي في العمل، لا يلحقها الظهار يا حبيبي. طب اختلعها ثم ظهر منها، لا يلحقها الظهار لأنها بالخلع قد بانت منه وأصبحت أجنبية. أو أما كذلك الأمة كالطلاق، يعني قياسا على الطلاق، كما أن الأجنبية لا يلحقها طلاق والمختلعة لا يلحقها الطلاق، وأمتك لا يلحقها الطلاق، فهؤلاء لا يلحقهم الظهار. وشرط في المشبه به، انت هتشبه احنا عندنا ايه مشبه به، في الاصل هي الام، لانه شبه زوجته بمين يا اولاد؟ بامه. كل انثى محرم، شبهتها بمين؟ بامك، باختك، ببنتك، بعمتك، بخالتك، كل هذه محارم، ببنت اخوك، ببنت اختك، ببنتك، ببنت بنتك، محارم. شبهتها بمين؟ بمين؟ خطيبتك ولا بزوجتك التانية؟ واحد كان متجوز اتنين وقال لها واحدة اسمها فلانة والتانية اسمها فلانتين، فقال لفلانة أنت علي كفلانتين. أنت علي إيه؟ أنت علي كظهر فلانة. طب ما هي فلانة اللي أنت مشبهها بها دي أصلا حلال ليك، أخد بالك؟ طيب، يبقى لابد أن تكون كل أنثى محرم، وسواء كان هذا المحرم بنسب كما ذكرت لكم أو رضاع. أم في الرضاع، ألا أنت علي كظهري، أمي في الرضاع، أو أنت علي كأمك، قال لزوجته كده أنت علي كأمك. ما هي أمها محرمة عليه بإيه يا أولاد؟ المصاهرة. فين الورق؟ اهو. او مرضعة ابيه. مرضعة ابي اسمها ايه؟ اسمها الحاجة فاطمة. ديت رضعت ابوه رضاع محرم، فقال لها أنت علي كمرضعة أبي فاطمة، أو قال لها أنت علي كمرضعة أمي واسمها فاطمة، أنت علي كزوجة أبي التي نكحها قبل ولادته أو مع ولادته، لأنه هي لو نكحها مع ولادته أبوه اتجوز هذه المرأة اللي هي مش أمه،
مع ولادته يبقى كانت محرمة عليه في كل الأحوال، فتكون في هذه الصورة مشابهة تماما لأمه، بخلاف غير الأنثى من ذكر يقول لها أنت محرمة علي كظهر أبويا. هو أبوك أصلا محل للوطئ يهبل؟ والله سئلنا في هذا لسه قريب، يقول لها أنت محرمة علي زي أبويا. أنت لا، حاجة غريبة غريبة، رأينا وما زلنا نرى. ليه؟ اصل ابوه مش محل للتمتع حتى يصح به التشبيه. انت محرمه عليا زي ابويا واخويا. هو اخوك اصلا من حيث هو محل للتمتع؟ لا، بخلاف من كانت حلاله كزوجة ابنه، لان زوجة ابنه كانت حلال لي في فترة من الفترات، فلا يصح التشبيه بها. قبل ما ابنه يتزوجها كانت ايه؟ كانت حلال لي. ايه ده؟ طب افرض ان زوجة ابنه كانت بنت اخوه، ها ينفع يعني ينعقد بها التشبيه كزوجة ابنه؟ راح قال لمراته كده، زوجة ابنه كان اسمها فاطمة، فقال لزوجتي أنت علي كظهر فاطمة زوجة ابني، لا ينعقد الظهار. لكن افرض ان بقى فاطمة دي زوجة ابنه كانت محرمة عليه بنسب، يبقى من حيثية أخرى، يبقى من حيثية أخرى تصح. افرض كانت بنت أخوه، بنت أخته، رابطته. شفت بقى؟ فخلي بالك من تداخل الجهات، من حيث هي زوجة أبيه، زوجة ابنه لا يصح بها التشبيه، من حيث هي محرمة عليه بنسب أو رضاع من جهة أخرى يصح بها التشبيه. وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح التشبيه بهن، لأن حرمتهن على المؤمنين إنما لتشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لكونهن محارم للأمة. طب أخته بقى من الرضاع، أخته من الرضاع، إن كانت ولادتها قبل إرضاعه، يعني ولدت أخته هذه قبل رضاعه، يبقى لا يصح بها التشبيه، لأنها كانت في فترة حلال. قبل ما يرضع من أختها كانت حلال ولا لأ؟ خلاص يبقى لا يصح بها التشبيه، لأنها لم تتمحض الحرمة فيها، يعني ليست هي كالأم، الأم محرمة مطلقا، وليست هناك فترة زمنية لحلها. الأخت بنت الأخ، بنت العم بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة، لكن أخته من الرضاع إن ولدت قبله، اتولدت هي ثم هو اتولد ورضع من أمها، يبقى إيه؟ يبقى لا يصح بها التشبيه. فإن كانت ولادتها قبل إرضاعه، يعني هي اتولدت الأول ثم بعد ذلك هو اترضع رضع، طيب الفترة قبل رضاعه من أمها كانت إيه؟ كانت حلال، فلما رضعت اتحرمت، يبقى الحكم إيه؟ أنه لا يصح التشبيه بها. وإن كانت بعده، يعني هو رضع من أمها ثم بعد ذلك هي ولدت، فلما ولدت تمحضت في التحريم،
وليس هناك زمن كانت هذه البنت فيها حلال لهذا الطفل، لكن اللي ولدت قبله لا، كان في زمن معين قبل أن يرضع هو حلال له. قال ويصح تأقيت الظهار، يعني ربط الظهار بفترة زمنية، مثل أنت علي كظهر أمي يوما. ينفع أن احنا نربط الظهار بمدة؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لأن الظهار فيه معنى اليمين. إيه هو اليمين؟ لأن فيه منع النفس من الإقبال على الزوجة من جماعها، ففيه معنى اليمين، لأن اليمين فيه معنى المنع. فلو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، كأنه يريد أن يمنع نفسه من الإقدام عليها، فهذا يمينه، في معنى اليمين اللي هو معنى المنع. فلو قال أنت علي كظهر أمي 5 أشهر كان ظهارا لتصريحه بالظهار، وكان إلاء لأنه قد امتنع من وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. يبقى في الاثنين. ويصح تعليقه، تعليق الظهار. لماذا؟ قالوا لأنه شبيه بالطلاق. الظهار شبيه بالطلاق لأن فيه تحريم الحلال على الرجل، والطلاق كذلك فيه تحريم للحلال على الرجل. فلو قال إن ظهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي منها، يعني لو أنا قلت لضرتك أنت علي كظهر أمي فأنت كذلك علي، فراح قال لضرتها ولزوجته الأولى أنت علي كظهر أمي، صارت الأخرى مظاهر منها. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. هنا شرع يتكلم على ما يوجب العد، يوجب الكفارة، وهو العود. والعود هو أن يمسك الزوجة بعد أن يقول لها صيغة الظهار فترة زمنية يمكن فيه أن يطلقها ولا يطلقها. يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم أعقبه بطلاق لم يعد، لأن الكفارة إنما تجب بالعود. لكن قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم سكت فترة يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلق، صار عائدا في قوله، لأن العودة إنك أنت لا تنفذ تشبيهك. مقتضى تشبيهك إيه؟ تشبيهك زوجتك بأمك إنك تحرمها عليك، إنك تجعلها يعني مفصولة منك، مبانة منك. فإذا أمسكتها ولم تطلقها ولم تنفذ هذا التشبيه صرت عائدا في قولك. ولذلك سيدنا الشافعي بيقول كده: العود في القول أن يمسكها فترة يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها. طيب، فإذا قال ذلك اللي هو أنت عليك ظهر أمي ولم يتبعه، يتبعه من أتبع، يتبعه الرباعي بالطلاق، أي بلفظ طلاق، بلفظ طلاق. إيه؟ خلي بالك، مش طلاق كده غير واقع، لا، بلفظ طلاق يعني صريح أو كناية مع النية، صار عائدا. ليه؟ قال له يا ابني لأن مقتضى إن أنت اللي مفهوم من قولك أنت علي كظهر أمي إنك أنت لما شبهتها بوالدتك إن هي تبقى أجنبية عنك، فإذا حضرتك أمسكتها ولم تجعلها أجنبية وتطلقها يبقى حضرتك عدت في قولك. عندنا المصريين يقول لك لحست كلمتك، عدت في قولك. يعني ايه؟ يعني لحست كلمتك، يعني رجعت في كلامك. انت قلت انت علي كظهر امي، يعني ايه؟ يعني خلاص تشبيهك بامي هعملك زي امي، يعني
العلاقة التي بيني وبينك ستنتهي. طب يلا بقى نفذ يا حبيبي. فلو لم ينفذ يبقى ايه؟ يبقى صار عائدا. طب افرض ان هو طلقها، قال لها انت طالق، ثم قال لها انت طالقة بقلقلة القاف ومدرك ومملك وتوفرت شروط الطلاق، صح كده؟ صح. ثم قال بعدها انت علي كظهر امي، وهذه طلقة رجعية، ونحن قلنا بان الرجعية يلحقها طلاق، بما يصير عائدا في الطلاق الرجعي بالرجعة، لأنه حينئذ يعود في قوله. أنت قلت لها أنت طالق وهي قايلة إلى البينونة، فقلت لها أنت عليك ظهر أمي، ماشي أنت ماشي صح، فلما تراجعها كأنك بتخالف قولك في أنها مبانة. وإذا إيه؟ ولزمته الكفارة، يعني إذا قال هذا وعاد وجبت عليه الكفارة، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا، يعني فحرروا، أمره بالكفارة بعد ذلك. طيب لحظة واحدة، نأتي بالورقة العاشرة اهي. واختلف الأصحاب في الموجب للكفارة، ايه هو سبب الكفارة؟ هل وجبت الكفارة بالظهار والعود، يعني قوله أنت علي كظهر أمي والعود، هذا أو هذه الهيئة الاجتماعية هي سبب في الكفارة؟ الهيئة الاجتماعية اللي هي مكونة من القول مع العود، القول مع العود هما معا سبب في وجوب الكفارة. وقيل لا، ده السبب هو الظهار والشرط هو العود، يبقى الظهار ايه؟ سبب في وجوب الكفار، والعود شرط فيه، اي شرط في الوجوب. او يا ترى السبب ايه؟ العود فقط قيل به، قالوا لان هو ده الجزء الاخير للظهار، ده الجزء الاخير فينسب اليه يعني الكفارة، لكن الأول هو الظاهر لأنه موافق لظاهر الآية. يقولون ثم يعودون فتحرير، ففهم من نظم الآية إن السبب هو القول مع العود، فلذلك رجحه الأصحاب، وهو موافق لقولهم إن كفارة اليمين تجب باليمين والحلف معا، يبقى اللفظ مع الحلف سبب في الكفارة. ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة لمن ظهر منها بطلاق أو غيره، يعني افرض ان هو ظاهر قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم أمسكها فترة زمنية يمكن أن يطلقها ولم يطلق، صار عائدا، ثم بعد أن صار عائدا طلقها، هل بطلاقه لها بعد العود تسقط الكفارة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنها قبل أن يطلق استقرت الكفارة في ذمته، فصار طلاقه غير رافع للكفارة التي ثبتت في ذمته. طب افرض انه عنده اربع زوجات،
وقال لهن: أنتن علي كظهر أمي. صار مظاهرا من الأربع. فإن أمسكهن زمنا، ما هو قالوا كده بق واحد، أنتن علي كظهر أمي، وقعد سكت كده فترة، يعني يمكن أن يطلق فيه الأربع ولم يطلقهن، صار عائدا. السؤال يا مولانا، تلزمه كم كفارة؟ أربع كفارات، لأنه هو في قوة أربع ألفاظ ظهار. يعني يعمل إيه؟ يعني يصوم 8 أشهر. طب مش قادر، خلاص كفر. أكفر بكام؟ قلنا له ده 60 × 4 = 240. يعني النساء ما يجيش من وراهم إلا وجع القلب. قلنا له آه. طيب، فإن ظهر منهن بأربع كلمات، افرض بقى في فرع آخر، قال للزوجة الأولى: أيها الأولى أنت علي كظهر أمي، ثم قال للثانية: الثانية أنت علي كظهر أمي، ثم قال للثالثة: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للرابعة: أنت علي كظهر أمي. أطلق 4 ألفاظ من الظهار متعاقبات، صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الأول، ولزمه 3 كفارات. يبقى فإن ظهر منهن بأربع كلمات صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الأول. خلي بالك، لأنه هو إيه؟ هو قال الأولى والتانية والتالتة والرابعة، فلما قال الأولى كده وقال التانية بقول للثانية صار عائدا في الأولى، لما قال للثالثة صار عائدا في الثالثة، صار عائدا في الثانية، لما قال للرابعة صار عائدا في الثالثة. يبقى دي 3 اهو. تأتي بقى الرابعة: إن سكت فترة يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها صارت عليه كفارة رابعة. لكن افرض ان هو قال كده، قال 4 ألفاظ وبعد الرابعة طلق الرابعة، عليه 3 كفارات، لأنه في الرابعة لم يعد، بل أعقب الظهار الرابع بطلاق. طيب يا سيدي، والكفارة عتق رقبة. طب كويس، نخلص دي كمان. والكفارة، الكفارة ديت قالوا بأنها مأخوذة من الكفر، والكفر هو الستر، فالكفارة سميت كفارة لأنها تستر الذنوب وتزيل العيوب. وتنقسم الكفارة إلى نوعين: في كفارة مرتبة وفي كفارة مخيرة. يعني إيه مرتبة؟ يعني أنه متى عجز عن خصلة منها انتقل إلى الثانية، فإن عجز عن الثانية انتقل إلى الثالثة. طيب، إيه بقى الكفارة المخيرة؟ كفارة المخيرة ديت اللي هو يخير بين أفرادها، يا يفعل هذه أو هذه أو هذه، مثل كفارة اليمين ابتداء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقم، يختار واحدة من الثلاثة، دي اسمها مرتبة ابتداء. إن عجز عن الثلاثة تعين في حقه الأخيرة وهي الصوم. عتق رقبة، يبقى هذا هو الخصلة الأولى التي إن قدر عليها لا يجوز العدول عنها، وهي عتق رقبة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وللرقبة المجزئة 4 شروط، شرطين ذكرهم المصنف وشرطين سكت عنه. أولا أن تكون مؤمنة،
لقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا إن الرقبة المؤمنة المقيدة في القتل يحمل عليها الرقبة المطلقة في الظهار، لأن الظهار رقبة مطلقة والقتل الرقبة مقيدة، فيحمل المطلق الذي ذكر في الظهار على المقيد الذي ذكر في القتل. طيب كلام جميل. قالوا تحرير رقبة مؤمنة، وهنا بقى تفصيل، قال لك مؤمنة يعني ولو بإسلام أحد الأبوين، يعني هي صغيرة ولكن أبوها مسلم، أمها فقط هي المسلمة، تبقى هي مسلمة فيجزئ عتقها. طيب كلام جميل. الشرط الثاني، سليمة من العيوب المضرة بالعمل، يعني أن تكون خالية من العيوب التي تمنعها من العمل، لأن أنت عايز تحرر الرقبة حتى يكتمل لها الكمال باستطاعة الكسب. يعني ما تجيش مثلا يعني تعتق رقبة غير خالية من العيوب، تعتقه هو مثلا رجليه مكسرة، مقطوعة اليدين والقدمين، طب ده هيعمل ايه؟ ده هيشتغل ازاي؟ ده كويس ان ليه سيد يعني مالك ينفق عليه. قالوا لأن المقصود تكميل حاله، يعني المقصود من العتق انك انت تجعله كامل الحال حتى يتفرغ لما يتفرغ له الأحرار، فيصير معتمدا على نفسه وليس كلا على غيره. وأنت إذا اعتقت شخصا غير خال من العيوب لا يستطيع الاكتساب، يبقى هيكون كلا على المجتمع وسيتسول الناس. قالوا ويشترط كذلك وإن لم يذكره المصنف كمال الرق في الاعتاق عن الكفارة، فلا يجزئ شراء قريب يعتق عليه بمجرد الشراء، يعني ما يروحش يشتري أبوه، لأنه أول ما يشتري أبيه سيصير يعني حرا، أو يشتري مثلا ابنه أول ما يشتريها يصير إيه؟ يصير حر. لا، إحنا عايزين يبقى العتق عن جهة الكفارة مش العتق كده منه لنفسه، لأنه أول ما يشتري أبوه العتق بيبقى منه لنفسه تلقائي، اشترى النهاردة في لحظة خرج عن ملكه، يبقى لم تتمكن انت من اعتاقه عن الكفارة. ولا عتق ام ولد، عنده امرأة، عنده أمة جامعها فولدت، فهذه تسمى ام ولد تعتق بموت سيدها. فما تجيش حضرتك تقول والله طيب ما الله ما ايه رأيك نعتق عن الكفارة، ما هي هتعتق هتعتق، لكن تعتق عن غير جهة الكفارة. ولا تيجي العبد مكاتب عندك وتقول انا هعتقه عن الكفارة، لانه سيعتق من جهة الكتابة. الشرط الرابع خلو الرقبة عن شوب العوض، ما فيش حد يقول لك والله اعتق هذا عن كفارتك وأعطيك 10,000 جنيه، لا يصح، لأن هي إيه؟ خالية، خالية عن شوب المعاوضة، ده ربنا اللي أمرك به. قالوا وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقا، لديه رقيق وكان متصف بالصفات السابقة عليه أن يعتق، أو لديه مال يستطيع أن يشتري به رقيق فاضلا عن كفاية نفسه، هذا المال فوق كفاية نفسه وفوق كفاية عياله
وفوق كفاية من تلزمه نفقته، ففي هذه الحالة هو قادر على الاعتاق وفاضل عن كسوة له ولعياله، وفاضل عن سكن، وفاضل عن أثاث، وفاضل عن إخدام إن كان من شأنه أن يخدم. طب النفقة اللي هو يعني زائدة عن كل ذلك بما تقدر؟ قالوا تقدر بسنة، يعني لابد أن يكون قادرا عن هذه الأشياء لمدة سنة. فإن كان قادرا ومعه زيادة يستطيع من خلالها أن يشتري رقبة، وجب عليه أن يشتري رقبة وأن يكفر. طب افرض انه خلاص ماشي يلا، ثم شرع فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذه هي الخصله والصفه الثالثه للكفاره. طب افرض انه قال لا انا اي نعم عاجز ومش هقدر اشتري، بس انا ممكن ان انا استلف. قلنا له لا ما تستلفش، الافضل انك ما تستلفش. طب افرض انه هو استلف وراح اشترى رقبه واعتقها، قلنا له خلاص حصلت، لكن الأفضل إن حضرتك ما تعملش. فصيام شهرين متتابعين، قال والشهران المتتابعان يعتبران بالأهلة. يعني أول ما شافوا رأوا الهلال بدأ في الصيام، قال له أنت تصوم شهرين عربيين متتابعين حتى وإن نقصا. طب افرض إن هو صام في أثناء الشهر، لا يبقى حضرتك هتكمل المنكسر، يعني اللي انت صمت في أثناءه ده هتجعله 30 وتصوم الشهر اللي بعده كله سواء كان ناقصا أو زائدا. طيب انت صمت من الأول كام؟ 15، وصمت الثاني سواء كان تاما أو ناقصا، تصوم من الثالث 15 تتم لك 30، ولذلك قالوا يكمل المنكسر اللي هو صام في أثنائه. قال وينبغي أن يكون صومه بنية، يعني صوم الكفارة يشترط فيه أن يكون بنية مبيتة من الليل. قال ولا يشترط أن ينوي التتابع، لأن التتابع حاصل وإن لم تنوي. طب افرض إنه هو التتابع دوت صام يوم بلا عذر، افطر يوم، يعني هو صائم جه في اليوم 69، ويوم 60 يعني مش مقدرش يعني من غير عذر افطر، عليه ان يستأنف. فإن أفطر يوما ولو بغير عذر فإن التتابع يفوت وعليه أن يستأنف. طيب كلام جميل. أما إذا فات بعذر فإن كان بجنون لم يضر، يعني في اليوم 59 جنة اتجنن قال مش هيضر، وبعد ما يفيق يصوم يوم وخلاص، أو مرض مسوغ للفطر ضر، قال له يضر لأن المرض لا ينافي الصوم بخلاف الجنون ينافي الصوم، لأن من شرطه أن يكون غير مجنون. ثم شرع في الخصلة الثالثة للصفة الثالثة من الكفارة وهي الإطعام. فإن لم يستطع الصوم المتتابع، مش الصوم بس، لا الصوم وصوم متتابع، لأن في ناس تستطيع الصوم ولكن لا تستطيع التتابع، فيشترط أن يكون قادرا على الصوم المتتابع المتوالي 60 يوم. فإن لم يكن قادرا على التتابع بسبب كبر السن أو بسبب أنه مريض مرض يدوم شهرين والطبيب هو الذي أخبره بذلك، أو أن يعني عدم القدرة مستندة إلى تجربة سابقة له، قلنا له خلاص انتقل إلى الإطعام. طب افرض إن هو مش هيقدر يصبر شهرين على زوجته لأنه هو شديد الشهوة،
قلنا له خلاص ما تصومش وانزل ليه الاطعام. فاطعام 60 مسكينا، ومن باب اولى انه لو اطعم 60 فقير يجزئ، لان الفقير اسوأ حالا من المسكين. طب لو بعضهم مساكين وبعضهم فقراء يجزئ. قوله فاطعام، اطعام يعني عبر به لان القرآن هو الذي عبر به، والمراد بالاطعام هنا اولاد التمليك، مش ان هو يجيب الستين ويقول لهم افتحوا بقكم ها ويضع فيه الاكل، لا، ده المراد ان هو يملك 60 مسكين، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن هذا اطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجده السدس، اي ملكها. وهل يشترط ان هو يقول الفقراء والمساكين ملكتكم، او يكفي ان يضعه بين ايديهم؟ عبارة الروضة يفهم منها أنه لابد من اللفظ، لأنه عبر بالتمليك، والتمليك وإنما يكون باللفظ. غير أن الأذرعي صاحب قوت المحتاج قال لا لا، هذا القول بعيد، بعيد عن يعني ترجيحات، بعيد عن قواعد الشرع، وبعيد كذلك عن كلام الأصحاب، فلا يشترط اللفظ. ما يقولش ملكتك هذا عن جهة الكفارة، أنت إيه؟ لا لا لا، يكفي أن تضع المال بين يديه ناويا بذلك تمليكه، ولا يكفي أن تعطيه ما كافرا، لأن الكافر ليس من أهل الكفارات، كما أنه ليس من أهل الزكوات، حتى وإن كان مسيحيا أو كان يعني يهوديا، ولا هاشميا، يعني ولا أحد من بني هاشم، لأنهم ممنوعون من الزكاة والكفارات، ولا مطلبيا، ولا تعطيه من تلزمك نفقته كابنك أو زوجتك أو بنتك، ولا تعطيه لشخص قد كفله قريبه ينفق عليه ويكفيه مؤنة غيره، لأنه مكفي بنفقة الغير، غير محتاج. ولا تعطيه الزوجة لزوجها، لا، ولا مكفي بنفقة قريب، يعني ولا تعطيه أنت للزوجة التي ينفق عليها زوجها ويكفيها أمر النفقة، وكذلك العبد، لأن العبد مكفي بنفقة سيده، ولا تعطيه لمكاتب، لأن هؤلاء لا تجوز عليهم الزكاة. كل مسكين مد، يعني ويصرف 60 مد ل60 فقير، كل فقير يستحق منها مد. قالوا وجنس الأمداد، ده بالمدد اهو، مبروك يا أولاد، قربنا كمان نخلص بالصلاة على النبي. قربنا نخلص كمان الزهار. وجنس الأمداد، طب الأمداد اللي هو هيعطيها، قال له هي التي مر الكلام عليها في صدقة الفطر، فيخرج من غالب قوت بلده، اللي هو المكفر. غالب قوتكم ايه؟ يعني اللي هيحلف منكم زهار في ماليزيا هيخرج الرز، لأن غالب القوت عندكم الأرز. ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر، يعني يحرم على المظاهر ظهارا مطلقا أن يطأ زوجته التي ظاهر منها، لأن ربنا منعه من ذلك حتى يكفر، فتحرير رقبة من قبل إيه؟ من قبل أن يتماسا. طب هل يا ترى له أن هو يقبلها، يباشرها فيما عدا ما بين السرة والركبة؟ قالوا جائز، لأن الممنوع منه المماثلة هي الجماع، ويمنع أيضا ما بين السرة والركبة، لأنه ذريعة إلى
الجماع. ويصح الظهار المؤقت ويقع مؤقتا، يعني كأن يظاهرها مدة زمنية معينة، أنت عليك ظهر أمي لمدة 20 يوما، وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطء في المدة. يعني لو ظهر ظهارا مؤقتا ووطئها في المدة صار عائدا فيه، لأن مقتضاه أنه هو يمتنع عن جماعها في تلك المدة، فإن جامع في تلك المدة كان عائدا في قوله. طيب هناك بقى فروع بقى شمال ويمين، يقول لك ولا تجزئه كفارة ملفقة، يعني ان هو يصوم شهر ويطعم 30 مسكين، بنقول له لا ما تنفعش كفارة ملفقة. فإن وجد بعض الرقبة صام، يعني ايه؟ ما قدرش الا على شراء جزء من الرقبة، قلنا له خلاص انتقل الى الصوم، لأن عدم القدرة عليها كلها يجوز لك أن تصوم. طيب خلصنا الصلاة على النبي، كفاية كده النهاردة. قال وإذا اجتمع عليه كفارتان هيعمل إيه؟ ولم يقدر إلا على رقبة واحدة، قلنا له خرج الرقبة عن واحدة والتانية صوم عنه. يلا تمام كده الحمد لله.